هندخل داخله يعني مباشره كده معلش في هذا التساؤل او الملف، وفكره هنا استبعاد بعض اللعيبه اللي اسمهم كبير جدا، وما بنتكلمش عن لعيبه بس بتنتمي للنادي الاهلي، احنا بنتكلم في العموم، وضم بعض الاسماء الكبيره برضو، ولكن اللي هي كان الى حد كبير مفاجاه للبعض. ففي تساؤلات في الشارع المصري، وفي نفس الوقت اتقال ان القرارات دي لو كانت صدرت من شخص تاني غير كيراش ده كانت الدنيا اتقلبت وما عادتش زي ما بتقال. فخليني اعرف وجهه نظر حضرتك. مظبوط. هو طبعا قرار استبعاد بعض اللاعبين، واحنا نقول تحديدا هو شريف، محمد شريف وقفشه، هو قرار مفاجئ. ومصطفى فتحي برضو يعني طبعا مصطفى فتحي لعيب كبير ما اقدرش انكر في كده، لكن مصطفى الفتره الاخيره عامل موسم كويس جدا مع سموحه، بس ما كانش بينضم للمنتخب كتير. هو صاحب زي ما بتقال الكره المختلفه شويه يعني، بيتميز بده. طبعا. لا هو لعيب مهاري جدا وعامل موسم استثنائي دي حقيقه، وحقه ينضم للمنتخب. ولكن انا اقصد انه في ناس استبعدت ممكن يكون لظروف ان هي ما بتشاركش دوليا بقالها فتره، مثلا في الماتشات الاخيره زي الجابون وانجولا، الفتره من سنتين ثلاثه مثلا مش مشارك مع المنتخب، فكان في بعض الناس ما فيهمش مفاجآت قوي. صحيح. ممكن هيجي لهم فرص الفتره الجايه. لكن نتكلم شريف وقفشه موضوع مختلف، لكن شريف وقفشه الدوري وفي نفس الوقت افضل مهاجم في مصر، وقفشه يعني غني عن التعريف، مظبوط، صانع الالعاب المتميز يعني. مظبوط. الاثنين مش عشان هما منتمين للاهلي، ده حقيقه، وده تساؤل للشارع المصري كله. يعني انا بقف مع ناس كتير واشوف ناس كتير وبسمع اراء ناس كتير من مختلف الانتماءات، اهلاويه زملكاويه اتحادويه ايا كان، بيتكلموا على الاسمين دول بالتحديد اكتر. ليه؟ لانه اولا محمد شريف هو هداف الدوري المصري، اخر تجربه للمنتخب سواء كانت هي ضعيفه او قويه اللي هي مع ليبيريا هو اللي احرز الهدفين، والمهاجم باي اسلوب بيجيب هدف هو بيبقى مميز، بيعرف يجيب جون. يجيبه بقى برجله، بظهره، براسه، بكتفه، المهم انه بيعرف يجيب جون، ودي عمله بتبقى نادره. طب بالتالي حضرتك شايف ان القرار ده منطقي؟ يعني مرجعيه النوع ده من الامور ايه؟ هل حجم المشاركات مع المنتخب والاحتكاكات الدوليه، ولا حجم الاجاده سواء في بطوله محليه او في غير محليه؟ يعني لما يكون عندك اسمين منورين بالشكل ده وتقريبا الى حد بعيد ما فيش اختلاف كبير في وجهات النظر حواليهم، حتى لو المستوى اتاخر شويه في مباراه او في اثنين، لكن الاداء القوي ثابت، فالمرجعيه بتكون ايه؟ صحيح. السؤال بقى هو ده السؤال يعني. يعني هرد على سؤالك. انا اتكلمت على شريف وقفشه نفس الشيء، صانع العاب مميز جدا ومن اهم لعيبه في النادي الاهلي وفي المنتخب المصري في الفترات الاخيره. وزي ما انت قلت، حتى لو هو في تراجع نسبي في ادائهم، ما هو برضه منصب على لاعبين اخرين في القايمه اللي متاخده، ما هو مش هم بس اللي لعبوا ماتشات كتيره، ومش هم بس اللي كان عندهم اراده. هي المرجعيه هتبقى مرجعيه عند كروش، يعني مش مرجعيه عند كل الناس. ليه؟ لان هو المدير الفني في النهايه، هو اللي بيتحاسب، وهو اللي احنا هنقيمه في مباراتين ليبيا او وبعد كده، فهو اختياراته هيتحاسب عليه بعد كده. بس احنا بنتساءل، بيبتدي من التشكيل اللي هو حاطه. لكن احنا بنتساءل ايه هي المرجعيه. عشان كده انا قلت لك انه مع احترامي الكامل طبعا مصطفى لعيب كبير جدا، مصطفى فتحي، وعامل موسم استثنائي، بس ممكن اجي اقول ايه، مصطفى الفتره الاخيره ما بيلعبش بصفه رسميه في المنتخب يعني كاساسي، يعني بقاله كان فترة طويلة ما بيتضمش كتير، يعني عنده مبررات منطقية إلى حد ما. وفي آخرين استبعدوا، يا إما لسه أول مرحلة ليهم زي مهند لاشين وأحمد سمير، ودول ما مش كتير بينضموا للمنتخب، فممكن هيبقى صعب عليهم دلوقتي إنه يلعبوا في مباراة زي ليبيا على طول، مباراة حاسمة للتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم. فالشريف وقفشه عندهم كل المرجعيه اللي المفروض واحد يرجع لها، عدد ماتشات دوليه لعبه،
اخر ماتشات دوليه مع المنتخب المصري مع حسام البدري كانوا في التشكيل طبعا. الاساسي ادائهم في طوال السنتين ثلاثه مع النادي الاهلي وفي افريقيا وفي كاس العالم ومع المنتخب جيد، حتى لو في المباريات الاخيره شويه قلنا تعب او ارهاق. فهي دي اللي كانت مستغربه قوي، لكن الطبيعي انه هيرجعوا، انا متاكد من دوت مع مستر كروش لما يعرف الكره المصريه ويتعايش. اصل ساعات المدير ما هو معاهم جهاز معاون يعني ما. على درايه يعني كامله برضو اكيد طبعا كابتن ضياء مدرب كبير ومحمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعه تدبير ايه او يعني حتى لو هو معاه مساعدين مصريين اكيد بيقولوا وجهات نظرهم تمام اكيد يعني الواحد يشتغل مع مدربين اجانب او مصريين وعارف واشتغلت لوحدي وعارف قراره في النهايه اكيد هي دي بقى القرار في النهايه بيرجع له انا ممكن اقول له واقول له ان مثلا لعيب مهم او دول لعيبه مهمه ونخليهم حتى لو في من وجهه النظر انك مش هيلعبوا كبدايه اساسيين ولكن ممكن نحتاجهم اكيد كل الكلام ده اتقال له انا متاكد بس هي في النهايه هو بيبقى عنده رؤيه وان كانت سريعه لانه هو كل اللي حضروا في مصر اسبوع ولا حاجه واكيد شاف ماتشين ثلاثه من ماتشات المنتخب لانه اي مدير فني بيجي على فريق جديد سواء منتخب او نادي بيشوف الماتشات الاخيره طبعا هو عنده خبره كبيره مع المنتخبات برضه لا بيشوف الماتشات الاخيره اللي اتلعبت للمنتخب أكيد. هو حضر ماتش مثلا الجيش والاهلي حضر مباراه اكيد شاف مباراه انبي والاهلي شاف بعض المباريات ولكن تقييمه مش هيبقى مش كفايه لانه في لعيبه ساعه المباريات الرسميه بيبقوا افضل كتير ما بيشوفهم في مباراه وديه او تدريب ما هو ممكن يكون احيانا بتتخدع انك مثلا حد شده في مباراه ليبيريا مثلا من اللعيبه اللي ضمها وهي ما عندهاش خبره لان في برضه لعيبه اتضمت خبرتها قليله في المجموعه اللي جايه في مثلا واحد زي عمر مرموش طبعا لعيب كويس وكل حاجه انا ما شفتوش كتير لكن محترف دلوقتي بس ما انضمش قبل كده خالص للمنتخب المصري ما بنقولش ان هو ما ينضمش ولكن برضو علامه استفهام انه اول مره يعني انت صحيح. جاي اول مره على ماتش رسمي مهم زي المنتخب الليبي ماتشين ورا بعض في 4 ايام فدي وجهه نظرنا